لقد انفجر السد العظيم باليمن، فتلف الزرع وخربت الحياة. ذهب مالك بن فهد ومن شايعه من بني قومه إلى عمان بحثاً عن الحياة. بيت مالك حينما أبصر عمان وسكنت مجامع قلبه، لكنه تفاجأ، فقد كان هناك من يزاحم أهل هذه الأرض ويضيق عليهم عيشهم، فطلب منهم فسحة من الأرض ليقيم فيها وقومه. لكن المرزبان عاند واستكبر، فلم يجد مالك بن فهم بداً من حربه، فلاقاه في سلوت أرض من أراضي عمان. وقد أظهر مالك شجاعة لا مثيل لها، على الرغم من قلة ما بيده من سلاح وجيش، فانتصر الملك العظيم، وبهذا يمسك أرض عمان وينفضها نفضة المخلص لتشرق بوجه آخر وطلعة أخرى. يا مالك اسمع، قصر ظهر خير وبطن الشر، وإذا نبي من مطر. تتقاطر دماء القربات أمام الأوثان، ويعيش جمع من الناس في عمان غفلة عن الواحد الأحد، إلى أن تحرك قلب في سماء للفيحة. إنه مازن بن غضوبة، كان عابداً للوثن باجر، إلى أن عرف عن محمد بن عبد الله فحطم صنمه، وحدا به الشوق إلى العراس الطاهرة المدينة المنورة، فأخذ شعلة من نور الإسلام وفشى بها لأهل عمان، فأسلمت عمان طوعا، وكانت محل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحل مدحه وثنائه. لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. سقطرة ليست سقطرة التي عاهدتها. جزيرة سقطرى تحترق. لقد نقض نصارى الحبشة العهد، فسالت دماء الناس وهتكت أعراضهم، تنتشر الصرخات والأنات هنا وهناك. قل للإمام الذي ترجى فضائله. صرخت الزهراء الجهضمية السقطرية مستنجدة بإمام عمان وجنوده، ولم تلبث طويلاً حتى وصل أسطول عمان على سواحل سقطرى، وأدب العدو وأعاد للجزيرة وداعتها وصفاءها. نحن القراصنة شياطين البحر. في غفلة من الزمن الغابر زاد جور القراصنة، فسلبوا السفن وسفكوا الدم، وأصبح البحر مخيفاً مرعباً. ولأن قوة العماني أصبح المثل يضرب بها براً وبحراً، فقد كانت ملاذ الخائفين ونجدة المستنجدين. هكذا يطلب حاكم الهند من إمام عمان غسان بن عبد الله أن يخلص البحر من القراصنة السفاحين، فما كان من العمانيين إلا أن يخوضوا البحار ويصارعوا القراصنة وسط المحيط، فخلصوا البحر من جورهم. فعمان لا ترضى سوى بأمن وأمان البر والبحر. تدور دورة الزمان وتربي عمان زعماء يضربون أروع المثل في التضحية من أجل الوطن. لقد كان وادي كلبوه جارياً لا يبقي أمامه شيئاً ولا يذر، ولسوء الطالع فقد كان سجن المساجين في ضفاف الوادي. ولأن إمام عمان الوارث بن كعب
أحس أن مساجينه في عاتقه، فأسرج روحه في الوادي مستميتا في إخراجهم، وخاضه خوض العازم، ولكن قوة الماء كانت قاهرة لعزمه، فغرقت روحه الطاهرة وسجل تضحيته في سجل الدهر. فأعظم به وأعجب، إمام عماني ضحى بحياته من أجل نجدة المساجين. هذه الأرض المباركة يحيط بها البحر من اتجاهات شاسعة، لذلك كانت علاقته بإنسانها متينة، ففيه وقعت الملاحم والبطولات. وأحمد بن ماجد، وما أدراك ما أحمد بن ماجد؟ أسد البحار والمحيط بالمحيطات والأمصار. كان صاحب الفضل في علوم البحر واختراعات آلاته، وراصداً للكثير من أسراره، ومؤلفاً للكثير من الكتب التي بيّن فيها أسراراً كثيرة من البحر، وفيها أظهر قدرة فائقة في البيان، فقد كان ناظماً لبعضها نظماً لطيفاً مزج فيه بين علم الملاحة وملاحة الأدب، فسار على علمه الربابنة من بقاع الأرض، قاصيها ودانيها. هذه عمان، إن سمعت مستنجداً قهره العدو مدت له يداً وقلباً، وإن سمعت بالخير ينبع من مكان سارعت في الارتواء منه، فكان دعاء الرسول رضا الله عنها، ومن رضي الله عنه اطمأن. تشيع السلام وتروي المضام، متشوقة أن ترى أخاها الإنسان ينعم بالرخاء والهناء. فداك عمان ومن قد عمن، أيا وطنا للفخار وطن. دعاء الرسول رضا الله عنك، ومن رضي الله عنه اطمأن. جعلنا من المجد أسطورة، تخال العلا دوننا لم يكن، ملاحمك سطرت بالدماء. عمان العظيمة مثلك من، لسان العلا ونداء الفدا. عمان 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 عمان. الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد.